عمتي فين؟ فوق. هاي يا حسن، قلت ايه؟ اللي انت عايزاه يا ريتال. ريتال ابو حكيم والد حسن، مش والد مفيدة. بس ما تخافش يا حسن. عاملة ايه يا قلب مروان من جوه؟ دي يا عمتي توجعي قلبنا عليكي، تعملينا وتمشي. قولي لي ايه اللي مزعلك؟ امي هي اللي مزعلك؟ طب والله العظيم اجيب لك حقك منها. يا جميل انت يا ست الستات يا ام بدر. ام بدر؟ انا كنت هجيبهولك بس هو نايم. تعالي معي يا عمتي، تعالي معي. على فين؟ على بيتك ومطرحك. تقعدي ست الستات واي حاجه تزعلك قولي لي عليها. بس هو تسيبيني يا عمتي. اوعي. تعالي. 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 تعالي يا عمتي. تعالي. انت فين دلوقتي؟ تمام. خلاص هكون عندك أول ما توصلي. كلميني أنت بس. يلا مع السلامة. على فين؟ هقعد على الباب برا لحد ست ريتال ما ترجع. أنا كنت جاية لك عشان أسألك على عمتي. تعالي معايا لو عايزة يا زينب. هاتي عبد الحكيم. ما تخافيش يا زينب، لو خايفة عليه خليه على إيدك عشان تتأكدي إن أنا جاية أدي لأمه. أنا مش خايفة يا ريتال. طب هاتي يا زينب. هاتي يا زينب وطلعي هاتي له حاجة عشان الجو بره برد. هاتي. طب بالراحة بس عشان هو. طيب هاتي. يلا يا زينب. نفسي اسمع صوتك وانت بتعيط يا عبد الله. كان نفسي تبقى معايا يا عبد الله. كان نفسي تبقى في حضني. كان نفسي يا ابني. هيحصل ان شاء الله. يعني وعد؟ وعد. انا بثق فيك يا استاذ عزت وفي اختياراتك ومش هسال حد تاني. وبالنسبه للشؤون القانونيه انا هسيبها فاضيه كده وبتهرب لحد ما تشوف لحد يمسكها. بس لازم يكون حد مضمون وعلى ايدك. وانا هكلمك في اقرب وقت. تمام. هستنى منك التليفون. شرفت ونورت. شكرا جدا. الف سلامه. اهلا اهلا اهلا. يا اخبارك ايه؟ بقول لك ايه، شغل المحكمه ده ارحم بكتير. المصالح الحكوميه دي مزعجه قوي. ورق للعميل ده ورق للعميل ده. لا يا عم المحكمه ارحم. بقول لك ايه، انت ليك عندي شغلانه تانية. ايه ده، شكلي مش عاجبك كمحاميه ولا ايه؟ شكلك بتزحلقني بالطريقه. ابدا، انا هعرض عليك عرض وانت من حقك انك توافقي او ما توافقيش. طب قول. مديره الشؤون القانونيه وفي مصنع كبير. ده انت بتزحلقني وجدا بقى. بالعكس، انا شايف انها فرصه مناسبه جدا.
وبعدين يعني المكتب هنا مكتبك، ممكن ترجعي في اي وقت. ماشي، ما عنديش مانع اجرب، مع ان يعني كنت رسم خطه تانية لحياتي. على فكره انا مش بقولك كده عشان خاطر تغيري خطتك. طب عيني في عينك كده. بصي، الشغلانه دي على الاقل ما فيهاش بهدله، وانا كان ممكن ارشح اي حد اعرفه او اي حد من المكتب، بس انت بالنسبه لي اكتر محاميه انا بثق فيها. بس كده؟ طيب انا ما عنديش مشكله اروح واجرب وعاين، بس بشرط لو ما عجبنيش المكان همشي. طبعا. وكان في حاجه كمان. قولي. انا كنت حكيت لك على نعيمه واللي قالته. شهد، من حقك انك تجيبي حقوقك، ومن حقك انك ما تسكتيش عليها، بس الموضوع ده محتاج اجراءات قانونيه 100% وبعيدا عن نعيمه. شاهد، انت وعدتيني انك مش هتعملي اي تصرف غير لائق. عزت يا عزت، انا جايه بحكي لك عشان تقول لي اعمل ايه. ما انكرش يعني ان انا فكرت لوحدي اخد حقي باي طريقه، قانونيه او مش قانونيه، صح او غلط ما كانش فارق معايا، بس انا دلوقتي جيت وحكيت لك عشان تقول لي اعمل ايه، عشان عارفه ان عزت هيقول لي على الطريق الصح اللي امشي فيه، وان هو يقف جنبي وهيدلني على الطريق اللي المفروض كنت امشي فيه من الاول. بقول لك ايه، خلاص كلم العميل وقول له ان احنا هنروح بكره نشوف المكان. بجد؟ بجد. بقول لك احنا نقعد نتكلم طول النهار، يلا تعالى ناكل اي حاجه. يلا بينا، انا هموت من الجوع. ماشي. تعالي مفيده. ما تخافيش، همشي ومش هرجع تاني، عارفه وفاهمه. أنا صح كنت بكرهك، وصح عمري ما كنت هنسى اللي عملتيه معاي، بس إنك تخليني أشوف ولدي يخلينا ننسى اللي فات. لو احتجتي حاجة بكلميني يا مفيدة. أحتاج لك؟ خلي بالك مني، في عيني. انت ايه اللي جابك؟ وحشتيني. وحش لما ياكلك يا بعيد. بقول لك ايه، اتكل على الله، مش فضزانه. بقول لك عايزك تسمعيني بعد اذنك شويه. انت سكران ولا ايه؟ سكران ايه اللي بتقوليه ده؟ مش سكران طبعا. بقول لك ايه، ما انت ما تلفش لفتك وترجع لي بزعبيبك. انا مش فاضي، عندي شغل، اتكل على الله. بقول لك محتاج لك ولازم تسمعيني.